السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ستشفى، سترى الشفاء بإذن الله جل وعلا. أي نعم، أقولها لك بيقين. اعلم أن الله ناصرك وأن الشفاء بيد الله، سوف تراه بإذن الله جل في علاه. فإذا كان الله الشافي وهو الطبيب وأنت تسأله بيقين، إياك أن يكون عندك ذرة شك أن الشفاء محال. فلهذا سأجعل لكم قاعدة في دقائق يسيرة. إن من أعظم المثبطات التي تجعل الشفاء بعيد وتجعل إنهاك وإضعاف وحرق وطرد العارض أمر بعيد، وللأسف هو يعلمه أنت لا تعلمه، ما هو؟ إنه الإحباط واليأس والقنوط، وإنه الشك، أو قل إنه اليأس والحزن والضيق الشديد. قد تعجب من قولي. اعلم أن الشيطان قد يوقف لك في طريقك أصحاب الهم والغم والنكد، والذين إذا جالستهم لا يتحدثون إلا عن محال، صعب، أمر عسير، شاق، كيف يكون، لن يكون. مسكين أنت، أنت مسكين حينما سلمت عقلك لهم، وحينما سلمت قلبك، وحينما سلمت عقلك وقلبك لهم. من يكونون؟ وهذا العدو الذي بداخلك من يكون؟ إنه جن، إنه شيطان، مارد، عفريت، خلاص، خلق من خلق الله. إن من أعظم أسباب الانهزام التي يعلمها الذي بداخلك ولا تعلمها أنت، أو الذي بداخلك وأنت لا تعلمينها، أعظم أسباب نصره وقوته هو أنك تسير في طريق اليأس، أو تجالسي أصحاب اليأس، أو يجعل لك في الطريق. ولهذا أقول لكل مريض أو مريضة، سواء في الجماعية أو في الفردية، إذا التقيتن أو التقيتم فليكن كلامكم إيجابي حتى تحيط بكم هالة الإيجابية والطاقة الإيجابية، وحتى لا يتسلل الجن. فوالله وبالله وتالله، كثير من الجن والشياطين تنتظر منك ذرة شك أو يأس فتجعل الحصون واقية. أي نعم، أي نعم. ولهذا إياك أن تجالس أو تجالسي من تشتكي أني لن أشفى، لن أعالج، طال بالسير، طال بالمقام، طال بالخطب، طال بالأمر. أقول لك إن كلامك هذا الذي تسيرين فيه هو الذي عطل عليك العلاج. فإياك يا صاحب الهمة ويا صاحبة الهمة أن تفكري ولو ذرة، ولو مثقال ذرة، ولو لرمشة عين، ولو لثانية، أن العدو الذي بداخلك هو أقوى منك، وأن الأمر صعب، وأن العلاج مستحيل. فإذا كنتم في صحبة فلتكن صحبة تتكلم بالإيجابية، نفس إيجابي، تفكير إيجابي، لا ننام إلا على أفكار إيجابية، حتى نضيق عليه، حتى في المنام يصبح إيجابي، حتى الأحلام فيها إيجابية بإذن الله جل وعلا. أي نعم، حينما نسير في طريقنا إلى رقية نسير بخطوات إيجابية، حينما نتعامل مع الأذكار والتحصينات بإيجابية، مع الأسباب المنجية من علاجات والدهان بإيجابية، حينما نعظ لوحدنا بإيجابية، حينما نسجد وندعو بإيجابية. أي نعم، نصيحة مني، إن من أعظم أسباب قوة الجن داخلك أو داخلك هو أنك لا تكون إيجابي، أو قد تكون إيجابي لكن في لحظة، في ساعة، في جلسة، في خلطة، في صحبة، في رفقة، في طريق، يسخ لك الجن والشيطان من يشككك في أمر العلاج ليجعل له حصون وله كذلك جنود. وحينما أقول جنود ليس بشرط أن يكونوا جن معه في البدن،
فإن كل سهم وعقدة في البدن بهم وغم وحزن وضيق وبعد فهي سلبية تكون له إيجابية. أرجو أن تفهم هذه الكلمة، بارك الله فيكم. جرب أنك تجلس أو تجلسي مع رفقة تتحدث بحسن الظن في الله جل وعلا، وأن الشفاء حاصل واقع بإذن الله سبحانه وتعالى. جرب أن تسمع إلى شفاء حالات، إلى الحالات المستعصية التي شفيت. جرب أن تعيش قصص من كانوا في الضيق فجاء الله بالفرج. جرب وبيقين عش مع قص الأنبياء والأولياء والصالحين، كيف استجاب الله لهم ورفعهم وأعزهم وشفاهم. أي نعم، هذا الذي يجب أن تكون عليه وأن تكوني عليه. فإن الرفقة السلبية لا تزدك إلا وهنا وما تنفعك في شيء، طلقيها وانفري منها واهجريها، فوالله لا خير فيها، لن تزيدك إلا بعدا عن العلاج. فلهذا صاحب الأفاضل والأخيار وأصحاب الهموم وأصحاب الهمم العالية للهموم، فقد تكون أنت صاحب هم وهي صاحبة هم، أنت صاحبة هم وهي صاحبة هم، لكن في الاجتماع نجتمع بإذن الله تعالى لنرتقي، نتواصى بالحق والصبر، نتواصى بحسن الظن، نتواصى بإذن الله تعالى بأن الله جل وعلا هو الله الناصر، هو الله الطبيب، هو الله الشافي، هو الله الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله. أوصيكم إذا كنتم في اجتماع، خاصة النسوة، كنتم في اجتماع إياك قد تحكي قصص الأخت عمل لها الجن، قتلها الجن، الأخت مرضها الجن، الأخت هذا محال، هذا صعب، هذا كذا. لا، اجعلوا المجالس إيجابية، اجعلوها إيجابية، فوالله إن هذا يضيق على العدو ويسهل أمر العلاج بإذن الله، ويجعل حتى العدو يجعل أنه يستصغر نفسه، لا يتعاظم. حينما تتكلمون عن حالات لا قوية وصعبة هناك السحر كذا وكذا، نحن نتكلم من باب الإخبار والتعليم، أما أنتم حينما تتكلم بهذا فإنكم تعظمون الذي بداخلكم وتصدقوه ويقول أه نعم أنا عظيم، نعم أنا قوي، نعم لن يغلبني أحد، لن يقدر عليه. ربما كاد أن يسقط باجتهادك، لكن بكلمة خرجت من فيك أسقطتك ورفعته. فكر معي جيدا في كلام هذا، فليكن كلامكم إيجابي، كلامكم يكون إيجابي، كلامكن يكون إيجابي. يا من تأخر عليك العلاج، فكري كيف تفكرين، فكري كيف تتكلمين، فكري من تصاحبين، فكري كيف تأخذينه وتعطين. هذا الذي أريده. فمن أردت الشفاء سريعا فليكن توجهها وفكرها وظنها إيجابي بإذن الله جل وعلا، ولا تصاحب إلا أصحاب الإيجابية بإذن الله تعالى، حينها سترى الشفاء عاجلا غير آجل. والسلام عليكم.